مشاهدي الكرام، اهلا ومرحبا بكم. هل يمكن ان يصبح الجزار اي اللحام يوما رائد فضاء؟ هل يستطيع المخرج ان يصبح يوما كومبارسا في احد اعماله؟ الى اي مدى يمكن للتنافس ان يكون محرضا لنا في الحياه؟ هل يمكن للغيره الفنيه ان تكون قاتله فعلا؟ اسئله اطرحها على ضيفي حلقه اليوم، الكاتب والناقد والمحلل المخبري أحمد قاهر جراثيم، والمخرج خوسي برنطيان. كان معكم من الاستوديو جمال الباسم في صراع الجبل. زميلة هنادي، سأتوجه بالسؤال الأول إلى أحمد قاهر جراثيم. أستاذ أحمد، هل يستطيع المخرج فعلا ان يصبح يوما كومبارسا في احد اعماله؟ نعم. عفوا، انا ساعطيك المجال لتجيب. تفضل. اظن ان هذا السؤال قد يكون من اختصاص الاستاذ خوسيه برنطيان. طبعا لا يستطيع المخرج ان يكون كومبارسا في افلامه، لانه هو يعني رب العمل. فان اراد ان يمثل فيمثل دور البطوله. يا اخي اجيب. يا يكون انه فاشل المخرج، اذا فشل يخرج يجب ان يكون كومبارسا. شلون كومبارسا؟ يعني بده يصير مخرج بيصير كومبارس؟ نعم. انت شو بتشتغل انت؟ فهمني شو بتشتغل؟ هذا الشيء مو من اختصاصك. شلون مو من اختصاصي؟ يعني انت شو جايبينك دول؟ يعني يا اخي لا يسمى من اختصاصك هذا العمل. شلون مو من اختصاصي؟ ما راح تعرف تحكي كلمتين انت. انا اكبر محلل في الوطن العربي. انت اكبر محلل. يا دوبك يا جماعه يا جماعه يا جماعه، لدينا عند الاستديو المركزي الشهره إلى مدى تساعد الفنان في حياته اليومية أو لا تساعده؟ طبعاً الشهرة ضرورية للفنان، وإلا ما له علاقة بالشهرة نهائياً. شلون ما له علاقة؟ ما له علاقة، أنت مخرج. شلون يعني ما له علاقة؟ أنا أكبر محلل، أنت مخرج. أنت محلل أنت؟ طبعاً أنا محلل. أنت بتكتب مشان تاخذ فرنكين، أنت لك علاقة بالتحليل أنت؟ بس أساساً مو الحق عليك، الحق على جابك على الندوة. يا جماعة هذه ندوة محترمة، ولازم يجيبوا ناس محترمين مو تحت عتاب. يا جماعة بدون شد شعر، لو سمحتم، لنا عودة لكم زميلة هنادي، نحن معكم هو مباشرة في صراع الجبابرة. نعم. تفضل. أنا رح أطلب من الشباب عندك يعطوكم كبيتين ماي لحتى يروقوا اعصابهم الشباب، وهلا بنرجع لعندكم. ونعود اليكم مشاهدينا الكرام مع صراع الجبابره. استاذ احمد. نعم. لدي تقرير يقول في كل خليه حيه هناك ملايين الجراثيم. نعم. ما مدى صحه هذا القول الذي امامي؟ هذا القول الذي تقوله ان الجراثيم تاتي من الشوب. من الجو. شلون الجو؟ طبعا. الجراثيم تجي من الجو. الجراثيم بتجي من الوساخه. من هذه التفاهات. هذه تفاهات؟ نعم. تقول هذه تفاهات؟ نعم. هل أنت تعرف التفاهات وغير التفاهات يا إمعة؟ أنا إمعة؟ طبعاً إمعة. هل تعرف شو معنات إمعة؟ نعم. شو هي إمعة؟ يعني المعمعة. لا يا جماعة. بالأخص يا جماعة يعني بامم أمعة. أرجو ألا تهين ضيفي. لا بدي هين ضيفك، أنت هذا شو دخلك أنت؟ أنا ويا النقاش، أنا هو الناقد وأنا السينمائي. أنا 30 ساعة في الذهب. يا جماعة. أنت شو معك أنت؟ أرجو ألا تهين. 30 ميدالية. أنت أخذت 30 ميدالية. نعم. ورا أخذت، يعني فكر حالك طول، يعني أنت شو مفكر تكسرني؟ أحسن من دودة أنت، دودة يا جماعة. أنت فين؟ يا جماعة سأضطر وأسف أن ينهى الحوار إذا استمر الشكل بهذا الشكل. ليش يعني عم تصف معه وبلشرني لي؟ نحن على الهواء مباشرة. أنا بلا هواء بلا مطار بلا ندوة، هل عنا أنت ندوة؟ سيد الكرام، نعود إليكم في صراع الجبابرة. أستاذ أحمد، يعني أنا كنت أتمنى أن لا يجري الحوار على هذه الشاكلة، صراعات وزعل، ويعني هل تعدني بمصالحة خوسيه برنطيان؟ ما أنت أصل السبب، بتحميها وبترجع بدك سنة الصلاة. يعني أنا لا، إذا كنت أنا السبب، البرنامج قائم على هذا الموضوع، على المشاكل. صراع، هل تعدني؟ لا أعرف، لا أضمن هذا. أرجوك. لا أضمن. سأعطيك المجال بالحديث أكثر منه. إذا أنت طلعت منه ممكن تستمر. خلاص، أعدك بذلك. تفضل. مشاهدي الكرام، نعود إليكم من جديد. أنتم مع صراع الجبابرة. مشاهدي الكرام، أرجو أن تبقوا معنا على الهواء مباشرة لتشاهدوا هذه المصالحة التاريخية التي لم تحدث ولن تحدث في هذه البرنامج مستقبلا. مصالحة بين أحمد قاهر الجراثيم وخوسيه برنطيان. بعد نقاش دام اضطر خوسيه برنطيان إلى الانسحاب من هذه الندوة. وسنشاهد معكم الآن بقية هذه الندوة. أهلا بكم، تفضلوا ضيفين عزيزين على برنامج صراع الجبابرة. أستاذ أحمد، كما وعدتك قبل المصالحة بأن أوجه السؤال إليك. أستاذ أحمد، هل من الممكن فعلا أن يصبح الجزار يوما رائد فضاء؟ نعم.
أجل. نعم. جزار يصير على الأخبار؟ نعم. ليش في مسألة خلينك بالفضل؟ إذا اجتهد وفعل جيدا نعم. عم بيع خواريف نحن؟ طبعا. شو هالجواب؟ يا جماعة أنت السؤال لي. أنت على أي أساس مستضيفينك؟ ما عم بفهم. على أي أساس؟ أخي السؤال جزار لي. جزار بيصير رائد فضاء؟ بيصير. شلون بده يصير رائد فضاء؟ إذا صار معه مطار بيصير. بدها أسس، بدها دراسة، بدها تمرين، شلون يعني عم بفهم؟ إذا اشترى مركب فضاء على حسابه بيحسن يطلع حاله. ليه بده يجيب مصاري يصير على حسابه؟ شو عم بيقول؟ جابوا جابوا عظيم. وين قاعدين نحن؟ قاعدين بالمسجد. يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة نحن معك. بس بدي أسألك سؤال، مش عم تقدر تروض الأجواء حواليك يعني وتهدي الجو؟ للأسف للأسف الموضوع قيم للغاية والنقاش مطروح على المستويات زميلة هنادي. نعم تفضلي. خلينا هلأ نرجع لعن جمال لنشوف كيف صارت الأجواء عن جديد. جمال؟ نعم نعم نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج صراع الجبابرة. نعم هنادي ماشي. المشاهدين طالبين ملحق من عندك أنه إخباري بالنسبة للوضع اللي عم بيصير. الوضع هنا مستتب طبعا، لا شيء جديد سوى أن ما يحدث هنا سوى مجرد نقاش زميلة هنادي. يعني بلا مشاحنات وبلا عيط وصريخ؟ لا يخلو الموضوع من هذا الأمر. تابعي معنا مثلا. تفضل. المخرج خوسيه برنتيان يتهمك البعض بأنك لم تفعل في أعمالك إلا الشيء القليل وأنها أعمال قليلة للغاية. هل لك أن تسمي لنا بعضا من أعمالك؟ شلون يعني أعمال قليلة؟ هاي فجلك الصحفيين. أنا أخذ شي 30 سعفة ذهبية على 50 أوسكار. أنت؟ طبعا يعني ناوي. بعد أنا ما عملت التايتانيك وعمر المختار وال... أنت عملت التايتانيك وعمر المختار؟ أنا عملت. يتهمك بأنك لم تفعل عمر المختار. يا أخي جاوبه جاوبه. انظر جاوبه. أنت ما عندك شيء. أنت فيلمك تلك مصدق. أنا فيلمي تلك مصدق؟ ما عندك شيء. أنت ألمك بلا حبر. لك أنا ألمي بيعرفوا عن العالم كله. أنت ألمك بفرنجين تشتغل من شان تشتري بندوراية تأكلك. لك أنت ما عندك شيء فاضي. أنت أنا فاضي. هذا لك أنت لسه أنت على طول تشحن معي. أنت شو هذا على طول تشحن معي؟ شو هذا كسم نقد؟ هذا شو أي واحد بيطول دانه؟ أنت ملحق عليك يا عمال صور ربهت ما فيها شد شعر. استيت جمال. يا جماعة يا جماعة نعم مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم ثانية مع صراع الجبابرة. نعم هنادي هل في شيء؟ أكيد في شيء. حب أطمن عنكم كل المشاهدين كمان بحبين يعملوا زيت الشيء. الحمد لله الحمد لله. لا ما في شيء أبدا عنا. الأمن مستتب. الروح الديمقراطية عالية جدا. نحن مستمرون في حديثنا مستمرون في ندوتنا وبروح رياضية عالية. ايه شو بتحب؟ عندك شيء سؤال بدك تسألون للموجودين؟ طبعا معك؟ طبعا سنواصل برنامجنا هذا وندوتنا هذه والسؤال الأخير سوف يوجه إلى المخرج خوسيه برنتيان. تفضل أستاذ خوسيه. هل يمكن الغيرة فعلا هل يمكن الغيرة فعلا ان 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 ان, أن تكون قاتلة؟ الغيرة الفنية قصدك يعني؟ نعم الغيرة الفنية. من الممكن ان تكون قاتلة اذا كانت تحولت الغيرة الى حقد. اما اذا كانت الغيرة الفنية ليست حاقدة يا اخي قاطعوا 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 صار له 20 ثانية عم يحكي قبل قاطعوا قاطعوا. هذا كلام ما يجوز. هذا الكلام ما يجوز. وان هذا الكلام من فمك رد علي. يعني الغيره الفنيه القاتله شو بتاديه؟ الغيره الفنيه القاتله ايه شو بتساوي؟ انت لا تفهم شيء من اللي تقوله. تقتل الفن وتقتل المجتمع. لا تخليه يحكي اكل. شو مفكر رد علي. انت فهمان؟ انت عم تحكي انا ما فهمان. انا ما فهمان يا جماعه. مش خلوف. يا جماعة يا جماعة يا جماعة الله اكبر يا جماعة يا جماعة. فاني لقد على الارسال ساتر خصم لقد على الارسال. سنوافيكم بكل ما هو جديد زميله هنادي. نحن معك على الهواء مباشره في صراع الجبابره. معكم جاسم القاسم. شو قلت لي شو قلت لي؟ قلت لك جاسم الباسم. باسم الجاسم. جاسم القاسم. قاسم باسم. خاطرك خاطرك.